بسم الله الرحمن الرحيم باذن الله هنبدا مع بعض منهج احياء اولى ثانوي بنبدا اول درس وهو التركيب الكيميائي لاجسام الكائنات الحيه جسم الكائن الحي كله بيتكون من مجموعه من الاجهزه كل جهاز بيتكون من مجموعه من الاعضاء. كل عضو بيتكون من مجموعه من الانسجه وكل نسيج يتكون من مجموعه من الخلايا وكل خليه تتكون من مجموعه من العضيات وكل عضي يتكون من مجموعه من الجزيئات كل جزيء يتكون من مجموعه من الذرات لما نشوف المستويات المتدرجه اللي عندي فبنقول ان الاعضاء بنسميها يعتبر مستوى عضوي الانسجه مستوى نسيجي الخلايا مستوى خلوي العضيات بنقول عليها مستوى عضي الجزيئات والذرات يطلق عليها مستوى كيميائي فمن هنا احنا عاوزين نشوف ايه الجزيئات الكيميائيه او التركيب الكيميائي اللي في جسم الكائن الحي فهنمسك الجزيئات اللي موجوده فيه هنقسم الجزيئات الى نوعين من الجزيئات اما جزيئات عضويه واما جزيئات غير عضويه ايه الفرق بين الجزيئات العضوية والغير عضوية؟ الجزيئات العضوية جزيئات تحتوي على الكربون والهيدروجين والأكسجين أو الكربون والهيدروجين أساسا موجودين في الجزيء العضوي أي مركب عضوي لابد أن يكون فيه كربون وهيدروجين أما الغير عضوي لا يشترط أن يوجد فيه لا كربون ولا يعني ممكن يكون بس مش شرط طب الجزيئات العضوية زي ايه؟ زي الجزيئات البيولوجية الكبيرة اللي هيتم دراستها في الحلقات اللي جاية. اما الجزيئات الغير عضويه فهي زي الماء وزي الاملاح المعدنيه هنيجي نمسك الجزيئات البيولوجيه اللي هنبدا دراستها ونبدا في جزء منها ان كلها بتحتوي زي ما اتفقنا على ذرات الكربون والهيدروجين انها بتكون كبيره في الحجم انها ضروريه جدا للحياه بيطلق على الجزيئات البيولوجيه الكبيره كلمه بوليمرات يعني ايه بوليمرات؟ البوليمرات هي جزيئات بتتكون من اتحاد جزيئات اصغر يطلق عليها مونيمرات. عن طريق عملية تسمى عملية البلمرة طب ايه هي البلمرة؟ البلمرة عملية بيتم من خلالها اتحاد المونيمرات الصغيرة لتكوين او مع بعضها لكي تكون بوليمر كبير او بوليمرات كبيرة طيب هنصنف الجزيئات دي البيولوجية الكبيرة دي الى اربع اصناف واحد الكربوهيدرات اتنين اللبيدات تلاتة البروتينات اربعة الاحماض النووية هندرس الحلقة دي الكربوهيدرات الكربوهيدرات لما نيجي نتكلم عليها عرفنا انها جزيئات بيولوجيه كبيره بتتكون من بوليمرات كبيره البوليمر ده او الجزيء البيولوجي ده بيتكون من ايه بيتكون من كربون وهيدروجين واكسجين ثلاث عناصر اساسيه في الكربوهيدرات النسب اللي موجوده بيها الكربون اذا اتوجد بنسبه ذره واحده الهيدروجين يبقى اتنين الاكسجين يبقى واحد فالصيغه العامه للكربوهيدرات هي سي اتش 2 او باي ان حيث ان هي عدد الجزيئات من الجزيء CH2O على حسب عدد N بيتم معرفة نوع الكربوهيدرات اللي عندي أو نوع السكر اللي عندي، بنيجي نشوف دلوقتي هنصنف الكربوهيدرات تبع للتركيب الجزيئي بتاعها إلى نوعين إما سكريات بسيطة أو سكريات معقدة، سكريات بسيطة خصائصها ايه؟ بتكون قابلة للذوبان في الماء وزنها الجزيئي منخفض. بتكون طعمها لما بتدوب في الميه بتدي طعم حلو اما السكريات العديده غير قابله للذوبان في الماء وزنها الجزيئي عالي ليس لها طعم حلو يبقى ده مقارنه بين السكريات البسيطه والسكريات المعقده هنيجي نمسك اول حاجه السكريات البسيطه السكريات البسيطه بنقسمها نوعين اما سكريات احاديه واما سكريات ثنائيه. سكريات احاديه وهي عباره عن من النوع ان السكريات الاحاديه بتتكون من جزيء واحد من السكر الاحادي اللي هو المونيمر بتاع الكربوهيدرات كان بتكون بتتكون من سلسله من ذرات من الكربون من ثلاث لست ذرات كربون يبقى السكر الاحادي اقصى عدد لذرات الكربون فيه 6 ذرات بترتبط مع الاكسجين والهيدروجين بطرق معينه لما نيجي نمسك امسك الامثله للسكريات الوحديه عندي الجلوكوز زي اللي هو بنقول عليه سكر العنب عندي الفركتوز اللي بنقول عليه سكر الفاكهه عندي تالت حاجه الجالكتوز اللي بيقلق في الغدد المنتجه للحليب يبقى السكر الذي يخلق في الغدد المنتجه للحليب هو الجالاكتوز مثال رابع وهو الريبوز الريبوز ده هناخده بعد كده في جزيء الار ان إيه او الحمض النووي الار ان إيه وهو عباره عن خمس ذرات طيب السكريات الوحدية ايه دورها في انتاج الطاقة بنقول ان السكريات الوحدية بتتم اكسدتها في الميتوكوندريا حيث تنطلق الطاقة التي تخزن في مركب اسمه الـ ATP متكوين ثاني اكسيد وماء الـ ATP ده اللي هو ادينوسين ثلاثي الفوسفات بيبدا يخزن فيه الطاقه وتنتقل هذه الجزيئات في اماكن في الخليه مختلفه لاستخدامها او لاستخدام الطاقه المختزنه فيها عشان تتم عمل العمليات الحيويه اللي في الخليه طيب هنيجي نتكلم عن تاني نوع من السكريات البسيطه وهي السكريات الثنائيه السكريات الثنائيه بتتكون من جزيئين من السكريات الاحاديه ترتبط مع بعض بنوع من الروابط اسمها روابط جليكوسيديه يبقى ايه هي الروابط الجليكوسيديه هي روابط تربط جزيئين من السكر الاحادي لتكوين جزيء من السكر الثنائي طب امثله السكريات الثنائيه ايه نمرة واحد اللاكتوز اللاكتوز وهو سكر اللبن بيتكون من جزيء جلوكوز وجزيء جالكتوز أما تاني نوع وهو السكروز يتكون من جزيء جلوكوز وجزيء فركتوز وهو سكر القصب تالت نوع وهو الملتوز بيتكون من جزيء جلوكوز وجلوكوز يديني سكر الشعير اللي هو المالتوز معنى الكلام اللي احنا قلناه ان كل جزيء سكر ثنائي يتكون من جزيء جلوكوز كمكون اساسي مع جزيء تاني من سكر احادي اما جلوكوز كمان او فركتوز او جالكتوز طيب نيجي نتكلم على النوع التاني من الكربوهيدرات وهي السكريات المعقده بتتكون من عدد كبير من جزيئات من السكر الاحادي آه، زي مين امثلتها نمره واحد بنقول أساسا بيتكون من مجموعه من جزيئات من الجلوكوز تتحد مع بعض بطرق مختلفه زي النشا دي نمره واحد. نمرة اتنين السيلولوز، نمرة تلاتة الجليكوجين، ثلاث تلات أمثلة للسكريات المعقدة. طيب هنيجي نتكلم بعد كده إيه أهمية الكربوهيدرات؟ أهمية الكربوهيدرات قلنا نمرة واحدة الحصول على الطاقة. لما جينا قلنا إن جزيء الجلوكوز بيتم أكسدته بالأكسجين في الميتوكوندريا وتنطلق ويتكون طاقة تتخزن في جزيئات الـ بي فعندي جزيء الاتي بي هو اللي فيه الطاقة لما بيتفكك ويديني أدونيسين ثنائي الفوسفات بتنطلق الطاقة ويتم استخدامها. في العمليات في الخلية طب تاني حاجة وهي تخزين الطاقة بيتم تخزين الطاقة في الإنسان وفي الحيوان في صورة في الجليكوجين في الكبد وفي الخلايا في الخلايا الكبد وفي العضلات حيث يتم استخدامها وقت الحاجة للحصول على الطاقة برضو في تخزين الطاقة بالنسبة للنبات بيكون بتخزن الطاقة في صورة نشا في النبات لحين ما يحتاجها يحولها لطاقة ويأكسد الجزيئات اللي, حن... اللي عنده إيه الى جلوكوز يأكسده وينطلق الطاقة تالت حاجة في اهمية الكربوهيدرات وهي بناء الخلايا اول حاجة انا عندي السليلوز احنا خدنا السليلوز بيدخل في تركيب جدار الخلايا النباتية خدنا تاني حاجة ان الكربوهيدرات بصفة عامة بتدخل في تكوين او في تركيب الاغشية الخلوية ودي هندرسها في الخلية بعد كده وفي تركيب الخلية نكشف ازاي عن الكربوهيدرات الكربوهيدرات احنا قلنا السكر الاحادي يتم الكشف عن طريق كاشف اسمه كاشف بندكت الازرق الذي يتحول عند وجوده في سكريات احادية الى اللون البرتقالي اما اذا كان سكر عديد او سكر معقد زي النشا نكشف عنه عن وجوده في اي, في أي مكان في انبوبه فيها نشا وعاوزين نكشف عنها بنحط بنضع كميه من صبغه اليود البرتقالي نجد ان اللون تحول الى اللون الازرق يبقى ده يوضح ان احنا كشفنا عن وجود النشا في المكان ده.